بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء وأعز المرسلين. النهاردة بإذن الله هنشوف مع بعض باللاب. نتأكد بس إن الصوت شغال. أيوة الصوت شغال أهو، كذا مرة سجل يطلع في الآخر الفيديو من غير أي صوت. ما علينا، هنشوف لاب 1 بيقول لك Network Devices Software Components. ده بيقول لك إن إحنا عندنا ثلاثة زي ما بتقول هاردوير او هارد ديسك بينزل عليهم الداتا عامه، يعني بيقول لك ثلاث انواع من انواع الذاكره. يعني عندك اي او اس اللي هو انترنت ورك اوبريشن سيستم، ده ستورد ان هارد ديسك، فلاش ميموري بيلت ان اني سويتش، ده احنا ما بنغش فيه حاجه او اي اوامر، ما بنغش فيه لا باوامر ولا باي حاجه. ده اول ما بتشتري الجهاز السويتش بينزل مع كل سويتش الاي او اس بتاعه، الاوبريتنج سيستم بتاعه. ده ملناش اي لعبه فيه ولا في اي حاجه بنقدر نعملها فيه. اللي احنا بنقدر نشتغل عليه هو الكونفيجريشن فايل، دوت بيبقى فاضي باي ديفولت. اتس بروجرام فايل ذات كونتينز كوماندز ذات تيل ذا ديفايس وات تو دو انسايد نتورك. ده بروجرام فايل اللي احنا بنعمل له الكوماندات اللي بتقول للديفايس او بتقول للجهاز من خلاله احنا هنعمل ايه في النتورك. ده بتبقى زي احنا قلنا في هارد ديسك بينزل على اي او اس، ما لناش اي لعبه فيه. في عندنا رام، عندنا ذاكره ثانيه اسمها رام وذاكره اسمها ان في رام. تعالى نعملها كده بالاسود ونسيف. الرام الفولاتايل اللي هو بيتطور مع انقطاع الكهرباء، زي ما شفنا مع حلقه الباشمهندس ان الناس بعد ما عملوا الكونفيجريشن وكده ومشيوا وجم ناس بعديهم، اول ما قفل الكهرباء شغلها تاني، اول ما قفل السويتشات والراوترات وشغلها تاني، كل الكلام ده ضاع وهيشتغل من اول وجديد. في حاجه عندك تانيه، رامه تانيه او ذاكره تانيه اسمها ان في رام، نون فولاتايل رام، دي ثابته حتى مع انقطاع الكهرباء. ده بقى الشغل الاصلي اللي بيحصل على الان في رام. يقول لك هاو تو بيلد ا كونفيجريشن فايل، دوت الموجود في الملزمه، بس الكلام ده معقد شويه. هو جايب لك هنا نتورك عامه، جايب لك وان سويتش، ده في السنترال او السيرفيس بروفايدر، متوصل ب تليفون لاين كات 3، في سمارت سيريال. هنعرف هقول لكم في الحلقه دي الفرق بين السمارت سيريال والعادي والسيريال العادي القديم. في سيريال كابل ما ينفعش يدفن تحت الارض، دوت اللي بتاع الديزيو سيزيو، ديزيو سيزيو ما ينفعش يدفن تحت الارض. ماشي، ما علينا. عندك الوان سويتش وصل على راوتر، الراوتر هنا في هنا ويك، هنا الوان سويتش دوت هنا موجود في السيرفيس بروفايدر. هنا لان نتكلم الحته دي كده، في لان بعد كده مثلا هنا مثلا في سويتش في راوتر، لان اهي والسويتش متوصله براوتر بنك او اي انترفيس بقى مش فارقه، بار جي 45. عندك الحته دي كلها لان اتوصلت براوتر، الراوتر بيوصل من ناحيه على لان والناحيه الثانيه على وان. الوان الويك هو هنا جايبها لك بالتفصيل الممل، يعني الوان هنا عن طريق كارت دي بي 60 بينز زي اكس 25 فريم ري دي اس ال، دوت بيتوصل على سمارت سيريال اللي هو الوكال سمارت. هقول لكم الفرق في الحته اللي جايه ديت. السمارت سيريال ده دي بي 21 بينز مش 60 بينز. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان السيريال كابل ده ما ينفعش يدفن تحت الارض، متوصل على جهاز ديزيو زيزيو ار جي، تليفون لاين بيقول لك عن طريق كات 3، الكابل كات 3، و وان سويتش بتاع السيرفيس بروفايدر اللي هو السنترال، بعد كده وصل على راوتر تاني ولان تانيه. امين؟ امين. هنا بقى بيقول لك في حاجه اسمها الراوتر، زي ما في وكات وفي نيك وفي الحاجات دي كلها، الاي او اس، الاي او اس دوت احنا بنتحكم فيه او بنبعت له كوماندات او كده او اي شغل من الحاجات دي عن طريق حاجه اسمها اللاين كونسولر، الكونسول.
او الكونسول. الكونسول لاين دوت لاين يعني سوفت وير. الكونسول بورت هو ده عن طريق ار جي 45 بيبقى فيه كده زي لاين في الراوتر من ورا من ورا الراوتر بيبقى فيه حاجه اسمها الكونسول وفي الاوكسيلري. الكونسول ده الاساس والاوكسيلري ده الباك اب بتاعه. ده الكونسول بور الكونسول كيبل. وخلي بالك بيقول لك اللي هو بيبقى رول اوفر. رول اوفر بمعنى انا هجيبها لك في الحلقه بتاعت الكيبلز. الرول اوفر يعني زي ما بتوصل 1 2 3 4 5 بتوصل لا 8 7 6 5 زي ما احنا عارفين القصه دي. ويقول لك مميزات الدي بي 21 عن دي بي 60. ده الدي بي 21 ده السمارت ويك والدي بي 60 ده العادي. بيقول لك البينز 20 ايه 20 هول توفر للكيبلز. بيقول لك توفير للكيبلز وتو بوردز في نفس الاي سي. بمعنى انا الحته دي انا هشرحها لك في بص في الدايت انا جايبها لك بالتفصيل. الهايبر تيرمينال كونكتنج يوزنج تي سي بي اي بي ايثرنت وي سي ام سي او ام اللي هو دي بي بورد سيتنج ريستور ديفولتس. الهايبر تيرمينال بيقول لك ان الجهاز الكونسول ما ينفعش توصله بكمبيوتر عادي يو اس بي بتاعت كمبيوتر عاديه. ليه؟ لان الجهاز الكونسول ده لازم توصله مش بنظام هو مش الجهاز الراوتر ده مش شغال بنظام تي سي بي اي بي. انما الكونسول لازم توصله عن طريق حاجه اسمها سي او ام على اللاب بتاعك. لازم توصله ببورت معينه عشان خاطر يتوصل بنظام الموجود في الكونسول. هفهمك في كاتبها في التفاصيل في الحته اللي جايه. هنشوف دي كارت الويك فيه 60 بينز. قال لك دي اتش دي ال سي ده وركنج باي ديفولت. يعني انت لما تجيب الكارت ده وتيجي تشغله كله ما بيشتغلش الا البروتوكول بتاع اتش دي ال سي. ولو تفتكر الاتش دي ال سي دوت ده البروتوكول الستاندرد. الام بي ال اس ده استنى افتكر لك ونفتكر ليه احنا عندنا ال ايات اقول لك في ال اتش دي ال سي في واحد فيهم ستاندر وفي الام بي ال اس ده بتاع سيسكو. ليكن ام بي ال اس الام بي ال اس هو الستاندر انما ال اتش دي ال سي ده بتاع سيسكو بيشتغل على سيسكو. فال اتش دي ال سي ده وركينج باي ديفولت. عندك تاني ديت الحته السوداء ديت اسمها بي 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 وديت اسمها فريم ريلي ودي اسمها اي تي ام ودي اكس 25 ودي ام بي ال اس. اللي بيشتغل باي ديفولت اول ما بيشتغل اول ما بتحط الويك اللي خلي بالك احنا بنتكلم على ويك 60 بينز. طبعا الصوره دي ما كانتش واضحه قوي فدورت على الانترنت لحد ما جبت ايه الويك الحقيقيه اللي هي 60 بينز. الويك ده بيقول لك دي بص لو تلاحظ ان ديت زي دي بالظبط فانا دورت عليها لحد ما جبتها وجبتها لكم ايه بالتفصيل. قال لك اتش دي ال سي ده وركينج باي ديفولت. دي البروتوكول بتاع بي بي دي دي فريم ريلي اي تي ام دي اس ال ام بي ال اس والباشمهندس كان بيقول لك مش عارف دي ولا ديت كانت اكس 25. ماشي. بيقول لك اونلي وان بورت تو ليت سيركت ورك. لازم تشغل البورت اونلي وان بورت تو ليت سيركتس ورك. يعني انت لازم تشغل بروتوكول من البروتوكولات دي عن طريق البين ديت. بيقول لك بنستخدم كارت هي دي بقى الحته اللي كنت بقول لك عليها. بنستخدم كارت الدي بي 60 60 بينز عشان كل بروتوكول بياخد جزء من السنون. يعني مثلا اتش دي ال سي بتاخد 8 بين من 60. انا هجيب لكم الكلام ده من شرح الباشمهندس وممكن يكون الكلام ده اتقال كده محدش خد باله فانا عملتها في نوته كده ويا رب ان شاء الله نفتكرها.
يقول لك ان كل بروتوكول من البروتوكولات دي بتاخد سنون معينه من 60 سن دولت، يعني دول 60 سن. كل بروتوكول بياخد يعني عدد بنات معينه، مثلا ال اتش دي ال سي بتاخد 8 بن من 60، والام بي ال اس بتاخد 8 هي كمان، والاي تي ام بتاخد 8، اما الفريم ريلي ليها 4 بنات بس. بيقول لك الشكل الجديد من الدي بي 60 الويك اللي هي دي بي 60 هو الدي بي 21، وسموه سمارت سيريال او سمارت ويك. يعني ده ال 80 بن، ال 80 ده 60 قصدي، دي بي 60 اهو، دي بي دي لو عديتها دي كانت 60. الشكل الجديد بقى سموه سمارت سيريال او سمارت ويك. دي الوكاية القديمة، الوكاية الجديدة اهي، الوكاية الجديدة برضه الباشمهندس وراها لنا في الفيديو، ارجع للاب 1. دي بي 21 بن، دي اسمها سمارت سيريال او سمارت ويك. قال لك هو برضه نفس شرح الباشمهندس، قال لك دي دي اس ال، دي اكس 25، دي فريم ريلي، دي ام بي ال اس، اي تي ام، بي بي بي، اتش دي ال سي، وفيها اتنين بورتات، اتنين بورت تمام؟ two boards to let two circuits work at the same time. يعني انت ممكن تشغل بروتوكولين في نفس الوقت، مش بروتوكول واحد، كل بروتوكول من خلال سيركت معينة، او كل سيركت من خلال بورت معينة. يعني ممكن تشغل هنا بورت وتشغل هنا، تشغل هنا واحدة وتشغل هنا واحدة، وبرضه سماها ايه، سيريال واحد وسيريال زيرو. اوكي تمام ماشي. اللاين كونسول، احنا قلنا اللاين كونسول دوت ليه قصه، ده ما الكلام ده هو اللي هيفهمك القصه ماشيه ازاي. اللاين كونسول لو تفتكر، اللاين كونسول هو ده، لاين كونسول يعني الراوتر فيه نيك وفيه ويك وفيه اي او اس اللي بيعبر عنه اللاين كونسول. اللاين كونسول ده بقى ليه قصه وليه حكايه، هنحاول نقرا الكلام ونفهم. ده رقم السوفت وير، رقم زيرو القياده والتحكم والسيطره. يعني اللاين، اللاين ده قال لك اللاين معنى كلمه لاين، لاين كونسول زيرو، فاهمك، لاين كونسول زيرو بيفصل لك كل كلمه. اللاين يعني سوفت وير، الكونسول بمعنى القياده والتحكم والسيطره، زيرو ده رقم السوفت وير اللي هو اول حاجه خالص اللي هو اول فيرجن اللي هو زيرو. لاين سوفت وير، كونسول قياده تحكم وسيطره، سوفت وير زيرو. اهميه السوفت وير ده انه هو المترجم بين لغه البشر اللي هي اللغه الانجليزيه ولغه الاوبريتنج سيستم اللي هي وحايد وصفار. يعني الراجل ده بياخد الكومنتات بتاعتنا اللي هي باللغه الانجليزيه بيحولها لوحايد وصفار اللي هو لاين كونسول زيرو، فده مهم جدا 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 جدا. يعني خليها ايه الاحمر ده، اوكي ماشي. اوكي السوفت وير ده موجود على كارت الكونسول كارد، ونوصلها من خلال الكونسول بورت ماشي. وكارت الكونسول اقصى سرعه ليه 9600 بيت بير سكند. هو قال لك البي ديت بايت، البي الكبيره البي الكابيتال بايت، والبي سمول ده بيت. طبعا عارفين الفرق بين البايت والبيت. يعني يبقى السوفت وير ده موجود على الكونسول كارد ونوصلها من خلال الكونسول بورت. كارت الكونسول ده اقصى سرعه ليه 9600 بايت بير سكند، اهميته انه بيستقبل اوامر فقط. 9600 بيت بير سكند يعني بتساوي 1200 حرف. يعني الراوتر او السويتش من الكونسول بتاعه يقدر يستقبل منك انت كانسان 1200 حرف في الثانيه. مين بيكتب 1200 حرف في الثانيه؟ طبعا رقم كبير، بس هو يعتبر هو مش شغال بالتي سي بي اي بي موديل. ليه الكمبيوتر مختلف عن الراوتر؟ الكمبيوتر يتبع نظام تي سي بي اي بي موديل ماشي، حلو الكلام، اللي هو النظام العالمي اللي شغالين بيه. ده سرعته 10 ميجا بايت بير سكند، ميجا بايت مش ميجا بت، ميجا بايت بير سكند. بيبعت فريم 1580 ويريح، ويبعت فريم تاني ويريح. ده نظام التي سي بي المعتاد اللي احنا عارفينه واحنا درسناه. ده نظام الراوتر، في نظام تاني سرعته القصوى 9600 بت بير سكند، بيبعت حرف ويريح بت، يبعت حرف ويريح بت. في الثانية الواحدة تقدر تبعت 1200 حرف في الثانية، كل حرف بيتبعت لازم يريح بعدها بت.
طب نوصل ازاي الكمبيوتر بالكونسول بورد؟ يعني من عندك كمبيوتر عايز توصله بكونسول بورد، عندك الكمبيوتر ما بيتبع نظام بي سي بي اي دي موديل، والراوتر او الكونسول بورد في نظام النظام تاني. النظام التاني دوت سرعته 9600 بايت بير سكند، بيبعت حرف رايح بت، بيبعت حرف رايح بت عن طريق بورتاتك في الكمبيوتر، ملهاش دعوه خالص بال تي سي بي اي دي موديل. يعني في الكمبيوتر او اللاب بتاعك في بورتات اليو اس بي والحاجات دي كلها تتبع يو اس بي موديل، وفي بورتايه كده معينه بشكلها دي بي 9 هتبقى هي ديت ايه الكومبورت. كومبورت هي دي اللي احنا بنوصلها بالراوتر، ديت ما بتتبعش نظام التي سي بي اي بي موديل، ولكن تتبع النظام اللي بيفهمه الراوتر بس. دي بي 9 معروف شكلها. يعني هايبر تيرمينال لما الباشمهندس استخدمه هيخليك تسمي اسم، نسمينا اسم البروجكت مثلا، عملنا اوكي. تاني حاجه بتختار هنا بقى بيقول لك بقى الحوار الكوم دوت، بتختار كوم مش تي سي بي اي بي عشان الكمبيوتر يتقري على الراوتر. يعني انت لما بتخش خلاص وهتعمل بقى الكونفيجريشن بتاعتك على الكمبيوتر، اول ما بتفتح الهايبر تيرمينال هيقول لك سميت اسم البروجكت، بعد كده بتختار انهي بورت هتشتغل عليها، تشتغل على بورت، بيديك اختيارين كده، في اختيار تي سي بي اي بي موديل، ده مش هنختاره، هنختار الكوم عشان الكمبيوتر يتقري على الراوتر. تمام، اخر شاشه بتظهر لك بنختار الريسورس ديفولت، هو بيقول لك عايز تبعت ايه 2400 ولا البورت ستوب ايه، هنعمل ريستور ديفولت عشان خاطر تبقى 9600 حرف في، عشان تبقى 9600 بت بير سكند اللي هي 1200 حرف. هو هنا بيقول لك 2400، احنا مش عايزين 1400، احنا عايزين الديفولت بتاع اللي هي 9600 اللي هو حرف بير سكند. يعني ماشي، ده الكلام باشمهندس. هتظهر لك شاشه كده فيها كلام كتير، وبعد كده هيقول لك في طريقه كونفيجريشن مود الميثودز بتاعتها، في طريقه للمبتدئين، سيت اب مود 10 كوماندات، بيسالك 10 اسئله كده. السيت اب مود فيها 10 كوماندات، اتس يس اور نو كونفيجريشن ديالوج، اتس يوزد فور بيزك كونفيجريشن تو كانسل بريس كنترول سي، عشان تخلص من القصه دي وتتحول بقى طريقه فكك من طريقه المبتدئين دي، بتعمل كانسل كنترول سي. انت لسه في طريقه المبتدئين، اول سؤال في الكونفيجريشن، وود يو لايك تو انتر ذا انيشال كونفيجريشن ديالوج، احنا هو قال لك هنجرب كده اول طريقه المبتدئين بس، بعد كده ايه هننطلق على طول بقى بحيث ان احنا ايه نعمل شغلنا ايه على طول. اول سؤال في الكونفيجريشن، وود يو لايك تو انتر ذا انيشال كونفيجريشن ديالوج، بتدوس يس. وود يو لايك تو انتر بيزك مانجمنت سيت اب، بتدوس يس. انتر هوست نيم، بتسمي السويتش كورس سويتش مثلا. انتر انيبل سيكريت، بتسمي مثلا سويتش 1 2 3. تمام، الفرق بين الانيبل سيكريت والباسورد، الانيبل سيكريت ده بتخليك تكتب باسورد بس بيبقى متشفر مش باين للناس، انما الانيبل باسورد العادي بيخليك تكتب باسورد باين، يعني لو كتبت الكلمه هنا بتبقى باينه. ماشي، عايز تخش بقى تفكك من الطريقه دي وتخش طريقه المحترفين زي ما بيقولوا، كنترول سي. كنترول سي بيوديك على ثلاث ليفلات. اول ليفل مثلا اكسبت 500000 كوماندات، دي ليفل 3، نخليها فين؟ نخليها هنا يعني كده. ماشي، طريق الاحتراف، اول ليفل بيبقى تقرا بس، شو بس هو، وتاني ليفل، يعني اول ليفل فيه 500 كوماندات واسمه يوزر مود، تبقى ريد اونلي، اتس يوزد فور سمبل مونيتورنج او ترابل شوتنج، بيبقى الشكل بتاعه عامل كده. انا اخليه لي شكل تاني، الشكل ده مش باين، نخليه اخضر. سمبل مونيتورنج ده 500 كوماندات في اسمه يوزر مود،
switch read only. Use the four simple monitoring and troubleshooting. ليفل 2 هو read only enable mode. ده فيه 15000 كوماندات. ده enable mode switch. لتحويل ليفل 1 ليفل 2 بندوس على حاجه اسمها enable. وعشان نرجع من ليفل 2 ونرجع ليفل ثاني 1 بندوس على disable. تمام. لتحويل ليفل 2 لليفل 3 ندوس على configure terminal. وعشان تخرج بتدوس على الاكزيت وترجع ثاني ليفل 2. ليفل 3 بقى هو الليفل اللي انت بتدي من خلاله الاوامر. ليفل 3 رايت اونلي جلوبال كونفجري اسمه جلوبال كونفجريشن مود. يبقى انت اول مود اول ليفل اسمه يوزر مود. تاني مود اسمه انيبل مود. انيبل جاي منه كلمه الانيبل عشان تخش عليه بتدوس انيبل وترجع للسيبل. انما اول ليفل خالص يوزر مود. يوزر مود الليفل بقى الاجمد والليفل اللي هو فيه نص مليون. واحد اتنين تلاته اللي هو فيه نص مليون كوماندات واللي هو فيه الشغل كله اسمه جلوبال كونفيجريشن مود. فيه 500000 كوماند والشكل بتاعه ده. تمام. اعتقد ان الكونفيج داش ديت ده الكونفيج داش ده ليفل 2 ودوت بيبقى كونفيج داش لاين مثلا او اف. الاكزيت مود اسمها اكزيت مود. ماشي. اول حاجه بتخش على ليفل 2 بتسمي هوست نيم بتسميه مثلا سيسكو وسيسكو كونفيج داش. لما بتسمي هو السيسكو مثلا بيتحول على طول بيبقى اسمه سويتش سيسكو مش اسمه سويتش. عشان نلغي اي امر نكتب قبله نو زي نو هوست نيم نو اي بي. هو زي ما بيقول لك الباشمهندس فيه 500000 كوماند 250 منهم بتدي اوامر و250 ثانيه بتقول عليها نو. يعني بتقول هوست نيم بتدخل هوست نيم عايز تلغي هوست نيم بتقول نو هوست نيم بيرجعه تاني للسويتش كلمه سويتش بيرجعه من سيسكو لسويتش. مديله اي بي عايز تلغي اي بي تقول له نو اي بي وهكذا. فاهم 250000 كوماند بتلغيها بنو. نوت ذا باسورد تو انتر ليفل 2 از ليفل 3 ذا باسورد تو انتر قلنا انيبل سيكريت دوت عشان بيديك باسوردات بتبقى متشفره. اهم شوف الكورس انيبل سيكريت انيبل مود متشفر انكريبتد. الانيبل سيكريت دي بيقول لك انكريبتد ويز ام دي 5 اللي هي مسج دي جيست فيرجن 5. اهم شوف الكورس كله هو شوران بيتعمل من ليفل 2 في 2015 سيسكو عامل شوران ده بيقول لك اهم حاجه ده اللي بيفهمك الدنيا ماشيه ازاي فده مهم جدا. يعني في 2015 سيسكو عملت امر اسمه هي دي بتاعت دي. لا دي مش بتاعت دي. شفت بقى شفت الفرق ايه دي كده وديت كده. تمام تمام انا بس احنا كاتبين كلام بالعربي وكلام بالانجليزي فدوسنا على دي فعلا دلوقتي نتحول كله كده فهتبقى على اليمين. الامر ده اللي هو دو بتكتب ده يعني جنب اي امر بتكتب دو. يعني شو ران ده بيتعمل من ليفل 2 عايز تعمله من ليفل 3 بتكتب عليها دو. بيدخل 15000 امر اللي هم بتوع ليفل 2 بتدخلهم ليفل 3 بس بتكتب قبلهم دو. يعني زي مثلا يعني عندك شو ران ده ما بيتعملش غير من ليفل 2 فانت عايز تعمله بقى طلبت معاك ان انت ايه تعملها من ليفل 3 تكتب قبلها دو دو شو ران. بس ده بينج ده عارفين بينجات البينج وتريس وتريس سوت. البينج انت بتبنج مثلا على 127.1.1.1 بتبنج على تي سي في اي بي موديل مثلا. يعني التريس انت بتريس التريس ده بيبقى عامل زي البنج بس التريس انت بتريس الهوب. يعني دوت مثلا البنج دوت بيبنج على انت
على اند ديفايس بيبنج على اي بي، انما تريس ده بيبنج على هوب، بيبنج على ماك، هوب تو هوب، سويتش بيبنج على سويتش، وهكذا. Config service password encryption, encryption all current feature. ده نفس الكلام اللي احنا قلناه. تعال نشوف كده، انا الكلام ده يعني ما كنتش محضره بس ما علينا، خلينا نشوف. الارب ارب قلت get all data about the IP and MAC of all neighbors. يعني الارب دوت ارب تيبل بيبقى مخصص بس للاي بي والمكات بتاعه الاجهزه اللي حواليك. IP configuration في اي بي كونفيجريشن، في اي بي كونفيجريشن اول لاب اوف سيشن. دخلنا على محاضره، احنا كده خلصنا، احنا كده دخلنا على لاب جديد، احنا كده خلصنا اول لاب. اول لاب اللي هو الموضوع سهل خالص وبسيط، ان نراجع الحاجات الاساسيه. لما بتبنج بتبنج على اند ديفايس، بتبنج على اي بي، بتبنج مثلا على الاي بي ده بتاع التي سي بي اي بي موديل مثلا، بتشوف هو شغال ولا لا. انما الفرق بين كلمه بينج وتريس، البينج اي بي، التريس هوب تو هوب، بتريس على ماك، بتشوف انت مثلا عشان توصل من الجهاز بتاعك ل تي سي بي اي بي موديل بتوصل لحد سكه طويله، بتوصل لحد الاي بي اللي هو موجود في الراوتر، اللي هو موجود في السيرفر اللي موجود في امريكا مثلا مثلا يعني، فاهم؟ فعشان توصل للسيرفر ده بتعدي على 16 راوتر. عايز بقى تبنج على كل راوتر وتشوف في مشكله في ايه، بتعمل حاجه اسمها تريس، تريس روت. اهم شو شورا، وفي كمان دو، ما تنساش دو شورا، ده اللي هو بيجيب لك الدنيا كلها ماشيه ازاي وايه اللي شغال وايه اللي واقف. في شو تاني بتدخل منه ليه حاجات، الكوماندات الموجوده في ليفل 2 بتدخلها لليفل 3، بيبقى اسمها بتدخل 15000 كوماند من ليفل 2 ليفل 3 اسمها دو شوران. عشان نلغي اي حاجه بنكتب قبلها نو. والكونفيج انيبل سيكريت ذات الباسورد، اللي عارف الفرق بين انيبل سيكريت، بيديك الباسورد متشفر عن طريق حاجه اسمها الام دي 5 المسج دايجست فيرجن 5، والباسورد بيبقى باين عادي ظاهر مش متشفر ولا انكريبتد ولا اي حاجه، فالناس كلها بتفضل انها تعمل انيبل سيكريت. وفي سويتش ماشي، عرفنا الحته ديت. ليفل 1 ريد اونلي، في هم 500 كوماندات. يوزر مود سويتش ريد اونلي از يوز فور سمبل مونيتورنج اند ترابل شوتينج، زي هو ده الستايل بتاعه والشكل بتاعه عامل كده. شو اي بي انترفيس بريف مثلا. ليفل 2 بيبقى انيبل مود 15000 كوماند. سويتش بنخش من ليفل 1 ليفل 2 عن طريق انيبل، وبنرجع تاني من ليفل 2 ليفل 1 عن طريق ديسيبل. وتحويل ليفل 2 لليفل 3 بندوس على كونفيجر تيرمينال او كونفيج تي، كونفيج تي على طول اختصار. والاكسيت، الاكسيت بتاعها عشان نرجع ليفل 2. ليفل 3 رايت اونلي، جلوبال كونفيجريشن مود 500000 كوماند، سيرش اكسيت مود 500000 كوماند، طريقه المحترفين. ماشي الحاجات دي خلاص، ماشي امين امين. تعالى ممكن تكون الناس حابه اللي هي تشوف اكتر ال نراجع على اللاين كونسول ده عشان مهم. اللاين كونسول دوت، اللاين يعني سوفت وير، كونسول يعني التحكم والقياده والسيطره، زيرو هو ده اسم السوفت وير. عاميه السوفت وير ده انه هو المترجم بين لغه البشر الانجليزيه ولغه الاوبريتنج سيستم اللي هي وحيات ويندوز 4. السوفت وير ده موجود على كونسول كور، الكونسول كارد، وبنوصل له من كونسول بورت. واقصى سرعه ليه 9600 بيت بير سكند، بيت بير سكند. وهمته انه يستقبل اوامر فقط. 9600 دولت اللي هم بيساوي 1200 حرف في الثانيه. اللي عايزين نفرق بين البيت والبايت، البيت الكبيره الكابيتال بيبقى بايت، والبيت الصغيره بيبقى سمول. ليه الكمبيوتر مختلف عن الراوتر؟ الكمبيوتر يتبع نظام تي سي بي اي بي موديل، سرعته 10 ميجا بايت بير سكند، بيبعت فريم 1518 ويريح، يبعت فريم تاني ويريح. اما نظام الراوتر مش تي سي بي اي بي موديل، ده ليه نظام تاني
سرعته القصوى 9600 بت بير سكند بيبعت حرف ورايح بت، يبعت حرف ورايح بت. نوصل الكمبيوتر بالكونسول بورت بتاع الراوتر عن طريق بورت في الكمبيوتر ملهاش دعوه خالص بتي سي بي اي بي موديل، اسمها الكوم بورت. شكل البورت ده دي بي 9. خلاص تمام. نراجع على السمارت سيريال سمارت ويك الدي بي 21، ده السمارت سيريال، ده السيريال الحديثه اللي نزلت مؤخرا، بيبقى فيها اتنين بورتات ويبقى فيها دي سي ال اتش دي ال سي البي بي بي بروتوكول. دي كل دي بروتوكولات سيركتس اي تي ام ام بي ال اس فريم ريلي اتش اكسيت 25. وانت تقدر تشغل تو سيركتس عن طريق تو بورتس، كل بورت يشغل لها سيركت معينه. ماشي. ده النظام القديم. بيقول لك ان الدي بي 60 ديت كل بنايه فيها بتتبع سيركت معينه، يعني هم 60 من اتش دي ال سي واخده 8 بن، الام بي ال اس واخده 8 بن، الاي تي ام واخده 8، الفريم ريلي واخده 4 بس. الشكل الجديد من الدي بي 60 ديت هو الدي بي 21 اللي احنا قلنا عليه سمارت سيريال وسمارت ويك. تمام. بس ده نفس الحاجات اللي قالها باشمهندس. خلاص كده اتمنى الهاردوير او الهارد ديسك، في واحد هارد ديسك ما احنا مالناش دعوه بيه خالص، ما بنشتغلش عليه ولا بنعمل اي اوامر ولا اي حاجه. ده هارد ديسك معمول عليه فلاش ميموري بيلدينج اني سويتش، ده بينزل عليه اي او اس انترنت ورك اوبريشن سيستم. في بقى الاثنين احنا بنشتغل عليهم، في رام وفي ان في رام. الرام اللي هو بتطاير مع انقطاع الكهرباء الفولاتايل، الان في رام ثابته حتى مع انقطاع الكهرباء. اتمنى تكون الحلقه البسيطه دي عجبتكم. ده كان اول لاب 1، وان شاء الله الفتره الجايه ننزل لابات ثانيه. واتمنى التوفيق للجميع، وان شاء الله تنجحوا في الامتحان بتاع سيسكو لو داخلين امتحان قريب. والسلام عليكم ورحمه الله.